قام أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني بالإشراف وتنظيم عملية بيع اسطوانات الغاز للسكان القاطنين في منطقة المهبولة لضمان عدم التدافع، ومع مراعاة التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية والوقائية التي تنص عليها السلطات الصحية. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية، فإن الجهات الحكومية تحاول جاهدة الحفاظ على أمن المنطقة وتوفير كافة المستلزمات المعيشية والخدمات للجميع. أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في الحر الشديد ينظمون الطوابير الطويلة ممن هم في حاجة لشراء اسطوانات الغاز. هكذا كان المشهد في منطقة المهبولة. توزيع الغاز يعني توصيل المنازل حاولنا في أمس وأول أمس الأمانة ما قدرنا نوفي العدد، صراحة العدد كبير يعني، فاضطرينا يعني آسفين أن نوزع عليهم بهالطريقة هذه يعني لمجرد بس يوم يومين على ما شوي يخف الضغط، وتدري الناس بهلع وذعر شوي خايفة أن ما في مخزون وكذي، وبتعاون مع وزارة التجارة طبعا وشركة الناقلات وجمعية الفنطاس إخوان الجمعية يعني ننظم هذا الموضوع، وبالليل نتعامل بس مع البلاغات الفردية يعني. لضمان عدم التدافع، عملية توزيع اسطوانات الغاز تتم بطريقة منظمة مراعاة للاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من وزارة التجارة والشؤون والقوات الخاصة. من شعيبة طبعا صناعية قاعد يوفرونها الإخوان يعني بشركة الناقلات، وقاعد تي تقريبا حسب الحاجة يعني تي سيارة تنزل، وعندما نوصل المنتصف تقريبا التوزيع يسألوننا شلون تبون بعد واحدة ثانية ولا لا، إذا شفنا الضغط زايد نقول لهم بعد نبي واحدة ثانية، والأمانة متفهمين ومقدرين الموضوع. فوزعنا تقريبا من الساعة 9:30 للحين يعني، والحين في هذا أول سيارة خلصت، طبعا الحين بانتظار السيارة الثانية، واتوقع على الساعة 4 راح نخلص يعني، وراح نشوف إذا في مجال نوزع بالليل إن شاء الله هم راح نوزع يعني. أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني التزموا بتعليمات السلطات الصحية أثناء أداء عملهم وارتدوا الغفازات والكمامات، وكما ذكرت شركة ناقلات النفط الكويتية فإن عمليات الإمداد مستمرة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب إجراءات منع انتشار مرض كوفيد-19. فاطمة العميري لتلفزيون دولة الكويت.